مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله مدينة الفحيص وشاركت أهالي المدينة احتفالاتهم وفرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وتبادلت الأحاديث مع المتواجدين في سوق الميلاد الذي اشتمل على أشكال متنوعة للزينة وحلويات العيد من منتجات المجتمع المحلي وجمعيات محلية. وكان رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر ورئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي وعضو اللامركزية عن الفحيص نعمان الزيادات والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن ورؤساء المؤسسات الشعبية وعدد من الأباء الكهنة في استقبال جلالتها، حيث أعرب الجميع عن امتنانهم لهذه الزيارة الطيبة التي أطفت جواً من الفرح والبهجة على وجوه الحاضرين وجسدت نموذجاً لعلاقات المحبة والإخاء والعيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد. احنا اليوم ضمن الاحتفالات لفحيص بعيد الميلاد المجيد شرفتنا جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وجولت طبعاً بزيارة أقرب للعفوية والشعبية. طبعاً كان في استقبال شعبي إلى حد ما، وبنفس الوقت كان في فرق كورال وفرق مختلفة من مدارس المحلية، مدرسة اللاتين، مدرسة الروم، مدرسة النيو انجلش سكول، اللي قدموا وصلات وتراتيل ميلادية. وطبعا كانت فرصة انه هي تشارك الناس وتهني الناس بمناسبة العيد المجيد. فاجأنا بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وجولت بالسوق التجاري وحكت مع الناس وحكت مع الأطفال واستمعت لكورال من كنيسة مدرسة الروم الأرثوذكس وكورالات من مدارس مختلفة. كانت زيارة جلالتها المفاجأة، يعني فرحة للناس ومشاهدتها فرحة كمان. نتمنى للجميع أعوام سعيدة ولبلدنا اللي إحنا منعيش في أجواء الأمن والسلام إنه تستمر وتستمر محبتنا لبعض، ونتمنى يا رب إنه هذا العام عام يكون يحمل الفرح والسعادة والأمن والسلام للعالم كله ولجميع العائلات. كل سنة مسلمين. على صعيد متصل، شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في ساحة السلام بمحافظة مادبا، حيث هنأ سموه كافة المسيحيين في المملكة بهذه المناسبة المباركة. وفي كلمته الترحيبية قال رئيس بلدية مادبا: إننا في الأردن مسلمين ومسيحيين نشعر بالفخر بقيادتنا الهاشمية الحكيمة ليظل هذا الوطن عزيزاً متلاحماً يعمل من أجل الخير والمحبة والسلام. وأكد راعي كنيسة اللاتين الأب فراس عريضة أن القيادة الهاشمية هي راعية ووصية على الأماكن المقدسة وضامنة للسلام في أردننا الحبيب، كما ألقيت العديد من الكلمات الترحيبية التي أشادت بما يتميز به أبناء هذا الوطن من عيش مشترك ومحبة وسلام. وشارك في حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد شخصيات رسمية ودينية وجموع غفيرة من أبناء المحافظة.